ويلكم باك من جديد في القناة، حيث سنقوم هذه المرة بشرح طريقة الحصول على كويست لقاء قصير مع الطيور النادرة. وهذه المهمة لا تظهر على الخريطة، ومن أجل الحصول عليها سيتوجب اتباع بعض الخطوات المهمة، ومن أجل ذلك نقوم بالتليبورت إلى هذه المنطقة في البداية، حيث نجد مجموعة من الخنازير البرية وسيتوجب القضاء عليها كلها حتى يظهر الكويست. تقريبا وصلنا. يفضل الاقتراب بهدوء حتى لا تهرب، وإلا سنضطر للانتظار إلى اليوم التالي، أي يوم حقيقي، ويفضل استخدام هجمات في المساحة لضمان إصابتهم جميعا. بمجرد القضاء على الحيوانات سيظهر الـ NPC صاحب الكويست، فقط نتحدث معه لأخذ المهمة، حيث سيطلب منا اصطياد بعض الطيور النادرة، ولا شيء صعب في العثور عليها حيث ستكون محددة على الخريطة. لكن في البداية يفضل التليبورت إلى هنا من أجل تغيير الطقس من الماطر إلى الصحو، لأن الطيور لن تظهر في حال كان الجو ماطراً. وفي حال كنت تغير الطقس للمرة الأولى فسيتوجب العزف على القيثارة لتفعيل الجهاز، ولا ننسى استخدام شبكات الصيد أثناء الصيد لأننا لا نريد قتل الطيور وإنما صيدها. المهم نتجه إلى الموقع المحدد للصيد. وقبل الوصول لا ننسى تبديل الإليمنتال سكيل إلى وضع الصيد، لأنه لو أخفت الطيور وهربت فسنضطر للانتظار يوم حقيقي حتى تظهر من جديد، وغير ذلك سيتوجب الاقتراب منها بحذر، ويفضل استخدام اللوي لأنها تمتلك قدرة على عدم إخافة الحيوانات البرية. المهم نقوم باستهداف الطائر على مسافة متوسطة، وحالما يقع في الشباك سيظهر الأعداء الذين سيتوجب هزيمتهم، وبعدها سيظهر الـ NPC مرة أخرى صاحب الكويست. المهم تكملة الكويست بسيطة جدا، حيث سيتوجب إكمال صيد الطيور في موقعين آخرين، وسنواجه بعض الأعداء بعد صيد الطيور، فقط نتبع المؤشر الذي سيقودنا إلى الموقع التالي، ولا ننسى عدم إخافة الطيور أثناء الصيد. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.